معاكم دلوقتي أوكا وأورتيجا. لا ان شاء الله ربنا يكرمنا في مصر كده ان شاء الله ونعمل حفله حلوه وكالعاده يعني الفرقه اللي بيعملوا ايه بيحبوا يفرحوا الناس بيحبوا يشتغلوا من قلبهم بس احنا رايحين حفله موازين ان شاء الله السنه دي في المغرب تعرف ايه يا زهير هتتغير حسب التغير موازين نخرب الدنيا بس انا كان ناقص لي خلاص هو عمل كله في فولدر واحده انا كان ناقص لي اغنيتين ماشي طب بالنسبه للتراك بتاع يا عم هنتكلم بعد الوقت هنتكلم مع سيدي فريد اه امتى بعد انهي اغنيه فريد معايا خلاص حاجات مي معايا ايوه عايزين انا معايا الماستر من الراجل اللي خدته بعدي على الريسبشن معايا الماستر انا معايا الماستر ده 20 كيلو بايت اه الجاي كواليتي الايت ايه يا عم من الالبوم ذات نفسه لو مش سايب من انكيز يعني ذات نفسه اه يا عالمي هم طب ما هم خد دول يا عم خد دول مع بعض يا عم خدهم كوبي بيست معايا والله هم هو سمعهولك عايز سمعهولك ايوه كده كده يا عم لذينا بجد انا مش عارف مش قادر نخرب الدنيا في الاخر تلاقي بحر ياللي ماشي ياللي باعد ياللي صاحي ياللي قاعد في الخير تملي بنساعد ومن كلمة الافواي يلا السلام عليكم مانجر زياد الحمد لله شبابك بقى الحمد لله لا بس هكا 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 شنطه مال هو ده يا هكا ارتيجا اهلا وسهلا اول مره في الوزير شاني تشوفها جاهز
يعني هو مهرجان كبير بالنسبه لنا، حاجه كبيره احنا متابعينه من زمان واحنا صغيرين يعني، فده اي حد يتشرف ان هو يجي موازين الطاوله. تيجا ايه اسم الشاب القهوه؟ سكالانس شعلانس. سكالانس ده بيعمل حاجات بيفور. اي حد يعني اسالي وانا هكون بالمتع هيعرف. اوكي ليتس جو. شايف سجل نسيم بس ده اوكي. شفت الطريق في الشريف عشان نوازين هذا ده كنت عايز اشوفه اليوم هذا الليل والله يعني بدون كل ده ممكن نعمل. المصري هما ديو اوكا واورتيغا اورتيغا شو يعنيكم انكم تطلعوا في اكبر من واحد من اكبر المهرجانات الموجودين في العالم؟ قولي عم رايك عم بعرف يعني شنو يعني لك؟ شو يعني لك انك تطلع تغني في واحد من اكبر المهرجانات في العالم؟ طبعا انا معروف ان شاء الله من اعظم الناس ان شاء الله كلهم ان شاء الله تمام معاك هو الرد بتاعه كده واحد. ماي تحت الناس بسلم عليها قبل ما امشي لازم بموت فيها. اه طبعا ده بحر هو ده بقى شفنا باين ان ده في الدنيا بتاع قوي يا نحلة ولا تقرصني ولا عايزة عسلك المع يا السن نخرب الدنيا. انا بقول لك الارض معاك مكان عادي ولا قشطه؟ عيش حياتك بس مش قوي يعني. يلا يلا واحده بقول لك العب يلا 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 خايف اوكا شو تشلا جد والله؟ اه والله ما خايف أول مرة ما خافش توقع بس يعني في توتر مش خوف في توتر بس طبعا أول ما أروح هناك هخاف لسه ما رحتش.
انا الشاب ده هنا عايز اكل ده هنا بس احنا دايما همنا الاول ان الجمهور يشوفنا دايما في المقام اللي هو عاوز يشوفه. بعد يعني انا ده الكليب الرابع من البوم انا لسه هنا. كمان في فيلم قريب في السينما اسمه الطيب والشرس واللعوب، وفي مسلسل قريب. هايل. كيف اجت فكره اورتيغا وكل هالباكج كله سوا من الرقص والغناء والعزف والراب مع الشعب والهيب هوب؟ اللي اكثر من اسبوع كنت بقول انا هروح اخش بعد اكثر من 14 مليون مشاهده لسه في افريل، ودلوقتي انت قول وانا هقول معاك حاجه ثانيه. مش عندنا كمان مش في حفله. ربنا يكرمك. احسنت. ربنا يكرمك. الدنيا اصبر على نفسك وعلى اخوك وفكك من الحاجه اللي
بطله مركز في اللي عايز اعمله والفاشل بطله.